السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين نناقش فيها سياسة التجهيل الممنهج الذي تمارسه ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها. لا شك أن سياسة الغش والتجهيل الممنهج التي تتبعها ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها تعتبر من أخطر ما يهدد مستقبل البلاد. ووفقا لسلطة الانقلاب في صنعاء، فإن أكثر من 182 ألف طالب وطالبة خاضوا امتحانات الثانوية، وبلغت نسبة النجاح 89.24%، فيما بلغت نسبة الرسوب 10.76%، وهي نسبة نجاح غير مسبوقة بشكل يتناقض تماما مع حقيقة وواقع الدراسة والتعليم في مناطق سيطرتهم. عن سبق إصرار تعمل الميليشيا على تدمير منظومة التعليم وتطييف الطلاب واستغلالهم لمصلحتها طائفيا من خلال تشويه المناهج وفرض الملازم وحشدهم إلى الجبهات. حلقتنا اليوم من برنامج بين قوسين نناقش فيها خطورة سياسة الميليشيا في تجهيل الطلاب واستغلالهم وأبعاد ذلك. لمناقشة ذلك سيكون معنا من الرياض مستشار وزارة التربية والتعليم الدكتور حسن القطوي، ومن مأرب سيكون معنا أحمد وهان عبر الهاتف من محافظة مأرب، ومن الهند سينضم إلينا مصطفى عبد الرحيم مستشار بوزارة التربية والتعليم. أبدأ هنا بالترحيب بضيفي الدكتور حسن القطوي مستشار وزارة التربية والتعليم. دكتور مساء الخير. مساك الله بالخير، واهلا وسهلا بك وبالمشاهدين والمستمعين الكرام. اهلا بك دكتور. يعني كيف يمكن تفسير حالة الانقسام والازدواج التعليمي في إدارة العملية التربوية في إطار الجمهورية، وفي ظل الوضع القائم بين الشرعية والانقلاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك بأن العملية التعليمية في اليمن تتعرض لمخاطر كبيرة جدا، ومن ضمن هذه المخاطر ما تسعى إليه الميليشيات الحوثية من عملية تفريغ العملية التعليمية من محتواها من خلال مجموعة من الأسباب والوسائل التي تتخذها هذه الجماعة، منذ أن سطت على العاصمة صنعاء وما حولها من المحافظات منذ 2014. فعلى سبيل المثال، عندما نتكلم عن أركان العملية التعليمية فإننا نجد أن ميليشيا الحوثي تركز على يعني أمرين رئيسيين، وهما المنهج التعليمي والمعلم الذي هم الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، ثم يأتي بعد ذلك تركيزها على الطالب وهو يمثل الركيزة الثالثة في العملية التعليمية. هذا التركيز جعل العملية التعليمية يعني تعاني من إشكاليات كبيرة جدا. على سبيل المثال، المناهج التعليمية غير كافية وغير مكتملة، وما يطبع منها يعني الشيء القليل، وما يصل منها يعني قد أصابها شيء من التحريف والتبديل. نعم. وتم دس فيها بعض الأفكار العنصرية والطائفية، وهي ما سنعاني منه وستعاني منه الأجيال على مدى سنوات قادمة بسبب هذا التشويه الذي أصاب المناهج التعليمية. وهذه سابقة خطيرة لم يسبق إليها أي نظام سياسي أو جماعة دينية أو حزب سياسي مهما كان. فالثوابت الوطنية لم تمس من قبل من حكموا اليمن خلال مرحلة 60 عام من قيام ثورة 26 سبتمبر، نعم، و14 أكتوبر، إلا هذه الجماعة، وهو ما يمثل خرقا خطيرا ومساسا بالعملية التعليمية. وما نشاهده اليوم من نعم. تهجير قسري للمعلمين، من يعني الزج بهم في السجون والمعتقلات، تشريد الكثير منهم، ثم القضاء على المعلمين من خلال حرمانهم من رواتبهم وحقوقهم المادية، وهو ما يدل دلالة واضحة على استهداف ممنهج للمعلم وللعملية التعليمية برمتها من قبل
القائمين على الحروب في اليمن. نعم، لكن دكتور إذا ما تحدثنا عن نتائج الثانوية العامة التي أعلنت خلال الأيام الماضية، يعني هناك نسبة كبيرة في منطقة سيطرة الحوثي أو نسبة عالية في النجاح غير مسبوقة، حتى أنه يعني تم تداول بعض النكات في الأمر بأنه يعني إذا هناك من تكريم فهو للراسبين لقلة عددهم، يعني كيف تنظر للنتيجة المعلنة في مناطق سيطرة الحوثي لنسب النجاح والرسوب؟ لا شك بأن موضوع الاختبارات وما شابها وما يحصل لها هي عانت منذ زمن بعيد بالنسبة لظاهرة الغش وما أصاب العملية التعليمية في هذا الجانب، أمر خطير وأدى إلى كوارث كبيرة جدا في حياة الأفراد، في حياة الشباب، أمات فيهم روح الحماس وروح التنافس وروح المعنويات التي كانوا يتمتعون بها، التي عشناها وعاشها الكثير من الشباب في هذه المراحل المتقدمة. لا شك بأن الحوثيون أضافوا لها مجموعة كثيرة من الخروقات وأصبحت عملية الغش هي الأساس، والاستثناء هو من لم يكن معه أو لم يستطع أن يدفع أو لا يوجد معه من يقوم بهذه العملية وهي عملية الغش. ثم أضف إلى ذلك أن العملية التعليمية هي عملية هشة من البداية في هذه المناطق، والمعلمون كذلك يعني لم يؤدوا واجبهم كما ينبغي لأنهم معذورون في ذلك، ومع ذلك رأينا نتائج. وإذا كانت هذه النتائج يعني قد أضيف إليها الذي في الجبهات والذي لم يدرسوا والذي لم يحضروا الاختبارات وتم إضافتهم إلى هذه الكشوفات، وهي كارثة يعني تصيب العملية التعليمية بكل معنى الكارثة، لأن التصرفات هذه تجعل الجيل يعني أشباه متعلمين، ومن يبذل جهد ويحاول أن يتميز لا يجد الفرصة ولا يجد حقه، كذلك أنه يأخذ حقه، فتجد المفارقات كثيرة جدا حسب ما سمعت وحسب ما اطلعت، مفارقات كبيرة جدا، من يجتهد يعني يحصل على درجات متدنية، والذي لا يعرف يكتب اسمه إذا به قد حصل على يعني معدلات مرتفعة، وهذا هو حال العملية التعليمية في ظل سيطرة الميليشيات في اليمن. نعم، إذن تكرم بالبقاء معنا دكتور حسن، ورحب الآن بضيفي عبر الهاتف، سينضم إلينا من الهند الدكتور عبد الرحيم مصطفى أو مصطفى عبد الرحيم مستشار وزارة التربية والتعليم. دكتور مساء الخير. مساء الخير عليك وعلى كافة المشاهدين لقناة بلقيس. أهلا بك دكتور مصطفى، يعني كيف تنظر لحالة الانقسام القائمة في التعليم ما بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية؟ أولا أقول بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، الميليشيات الحوثية منذ الوهلة الأولى وضعت التعليم والأساسي والثانوي على رأس قائمة حروبها على الشعب اليمني، وفق مسارات فكرية وثقافية وعسكرية في آن واحد. لم تكن هذا الاستهداف هذا الاستهداف المنهج للعملية التعليمية لم يكن وليد اللحظة، وإنما منذ الوهلة الأولى التي نشأت فيها هذه الجماعة، نشأت في بيئة، البيئة هذه لا يمكن أن تكون بيئة ينتشر فيها التعليم، بيئة الجهل منتشرة أكثر، فهذه الجماعة لا تستطيع أن تتحرك ولا تستطيع أن تتكاثر إلا في البيئة التي ينشأ فيها الجهل، ويكون الجهل هو السائد على المجتمع. في المناطق الشرعية أخي الكريم، أيضا نحن الآن لا نقول فقط أن العملية التعليمية فقط في مناطق الحوثيين هي التي تعاني من انتكاسة كبيرة، أيضا هناك في المناطق التي هي تحت سيطرة الشرعية لا زالت العملية التعليمية أيضا مهملة، لا زال العملية التعليمية أيضا بحاجة إلى إعادة نظر من قبل الشرعية، بحاجة إلى نظر من الحكومة، من الرئاسة، من الجهات المسؤولة والجهات المعنية. الآن ما رأيناه خلال الأسابيع الماضية من نتائج
بمعدلات مرتفعه، هذا يدعو الى القلق ويدعو الى الجميع ان يتحرك المجتمع والدوله وتكاتف كل الجهود من اجل ايقاف هذا العبث. العمليه التعليميه تتعرض لعبث منهج من قبل ميليشيات الحوثي، وايضا سكوت وتجاهل من قبل الجهات الرسميه. لا يمكن ان نسكت على هذا الوضع. يا اخي الكريم، العمليه التعليميه لم يشهد، يعني تشهد انهيارا غير مسبوقا في تاريخ اليمن، وايضا تدمر تدميرا شاملا ومنهجا من قبل هذه الجماعات، هذه الميليشيات العنصريه الطائفيه، وايضا يقابله ايضا صمت مريب من قبل الجهات المسؤوله، وايضا المجتمع اليمني والمسؤولين والمنظمات المهتمه بالجانب التعليمي. لا ندري لماذا الصمت المريب على ما يجري من تدمير واسع للعملية التعليمية. نعم، لكن الدكتور، يعني في مسألة الغش التي هي يعني مشكلة مزمنة كما يصفها البعض في التعليم اليمني بشكل عام، ربما يعني لا نأتي اليوم لأن نتحدث بأن هناك التعليم يعاني من خلل كبير وعلى رأسه ظاهرة الغش. هذه الظاهرة كانت متواجدة أيضا ما قبل الحرب وما قبل الأحداث، ولكنها تنامت وتفاقمت بشكل كبير، حتى أنه كاد أنه أصبح للكثير ممن يذهبون إلى الجبهات مع ميليشيا الحوثي تصدر لهم شهادات ونتائج بدون أي جهد وبدون يعني أن يشاركوا حتى في الامتحانات. نعم أخي الكريم، يعني ظاهرة الغش هي ظاهرة مزمنة في المجال التعليمي في اليمن، وهي موجودة منذ بعيد، منذ زمن طويل، لكن هي تنامت كما قلت الآن في ظل وجود هذه الميليشيات المسلحة. هذه الميليشيات المسلحة أنت تعلم والجميع يعلم أنها لا يمكن أن تعيش ولا يمكن أن تستمر، ولكن تبقى إذا كان هناك تعليم قوي وإذا كان هناك الجيل مسلح بالتعليم لا يمكن أن تبقى هذه. إنما تنمو هذه الجماعات المسلحة، تنمو في الأماكن التي فيها التعليم متدني، فيها التعليم غير موجود. أقصد أنها عملية الغش كانت موجودة نعم، ولكن الآن المراقب للعملية التعليمية، المراقب للوضع في اليمن وفي الذات في المناطق التي سيطرت الحوثيين، أصبح مثل الغذاء والشراب بالنسبة للطلاب، ولا هناك لا يوجد أي إنسان أو أي مجتمع أو أي أنا أقصد أنه أصوات من قبل المجتمع في هذه في مناطق سيطرة الحوثيين أن ينكر على ما تمارسه هذه الميليشيات من عبث في هذه العملية التعليمية. طبعا والميليشيات الحوثية هي هذا ما تريده، هذا ما تريده سياسة التجهيل من أجل الآن تدفع مثلا طلاب أعطتهم معدلات بشكل مرتفع وساومتهم أنها ستجد لهم معدلات مرتفعة مقابل أن يذهبوا إلى جبهات القتال، إلى جبهات الموت، من أجل حروب عبثية تمارسها لقتل اليمنيين في كافة الجبهات أو في كافة المدن والمناطق اليمنية. نعم، إذن تكرم البقاء معي دكتور مصطفى. عود لي أو نذهب مشاهدين الآن لمشاهدة هذا الاستطلاع حول وضع العملية التعليمية في اليمن، نشاهد هذا الاستطلاع سويا. هذه تعتبر أحد الكوارث للتعليم، على أنهم يسعوا نحو حاجة اسمها تجهيل التعليم، حتى لو كان الطالب يحصل على معدل عالي لكن لم يحصل على المعدل هذا العالي بجد واجتهاد، او انه يملك خلفيه علميه. هي معدلات وهميه تعتبر. عدد المتقدمين من هؤلاء الوهميين في كليات الطب في احدى الجامعات اليمنيه بلغ 3040 طالب، يعني لم ينجح منهم الا 50 واحد فقط. هذه يعني تعتبر تهديد للتعليم وكارثه للتعليم، حصول الطلاب على معدلات عاليه دون خلفيات علمية أو دون حصول عليها بجدارة. فهذه هي مشكلة سنواجهها في المستقبل، كوارث على التعليم وعلى الأجيال، قنبلة موقوتة ستنفجر في وجوهنا جميعا. طبعا يستغل الحوثي ظاهرة الغش ومنح الدرجات العليا في الشهادة الثانوية العامة لهدف ممنهج مسيس، فالطالب الجاهل الذي يتخرج من الثانوية العامة وهو لا يعي ما درس تمام، يستطيع الحوثي استدراجه والزج به
في معسكراتهم في الجبهات في لأن الطالب هذا لو تعلم حقيقة التعليم الصحيح فلن يستطيع أن يغرر به الحوثي ويدفع به الجبهات، لكنه الآن هو متعلم بحكم الجهل. فهذه سياسة اتبعها من هم قبلهم، سياسة التجويع، سياسة التجهيل، سياسة الترهيب، سياسة التهجير. جريمة الغش ليس الظاهرة وإنما تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وهذه الأساليب استخدمها عفاش من قبل، وهي سياسة التجهيل المنهج. والحوثي يستخدم هذا العملية من أجل يستطيع أن يحكم البلاد، لذلك هو يعمد على تجهيل الناس ورفع درجاتهم وهم فاقدين السوية العلمية. اعتمد الحوثي نظرية القش والدرجة العالية من شان إنتاج جيل فاشل ما تعني الكلمة بكل ما تعني الكلمة، والقضاء على ما هو جميل بالمجتمع اليمني وكذلك ايش. إذن مشاهدين، هذا كان استطلاع من محافظة مأرب حول وضع العملية التعليمية، وأعود لي الدكتور حسن القطوي. دكتور حسن، يعني نتساءل هنا عن حال الناس فيما هو حاصل اليوم في العملية التعليمية، هل يمكن أو ماذا يمكن أن نصف هذه الحالة؟ هل هو استسلام وقبول بهذا الواقع أم أن هناك تفسير آخر برأيك؟ لا شك بأن موضوع اللي تعاني العملية التعليمية الآن يعني هو يعني تراكمات مضت على هذا الشعب اليمني وكوارث حلت به، وما يعني يمارس الآن من قبل الشرعية والإهمال الحاصل الآن للعملية التعليمية واهتماماتهم بأمور أخرى وجوانب أخرى يعني دليل واضح على أن العملية التعليمية ليست أولوية في نظر الحكومة الحالية. وأنا أقولها وبصراحة وبوضوح أن الحكومة الحالية يعني لا تعد التعليم بأنه أولوية يعني رئيسية في هذا البلد. ولذلك نجد أن حتى الرئاسة ورئاسة الوزراء والكذا نجدهم يهتمون بالجانب الإعلامي، ولدى نجد أن معنا في الإعلام ما يقرب من 18 وكيل، بينما وزارة التربية والتعليم لا يوجد بها حتى وكيل واحد يعني بقرار من الرئاسة. هذا يعني كمؤشر من المؤشرات. أما بالنسبة لما يدور في الميدان فهي يعني الإهمال واضح والنقص في الكتب واضحة والوسائل الإهمال في الوسائل التعليمية، يعني كذلك المنظمات التي تأتي يعني دعمها للعملية التعليمية ومؤتمر الاستجابة الإنسانية الدعم يعني تجد دعم متواضع جدا مقارنة بحجم العملية التعليمية في اليمن. بالضبط، يعني إذا كانت هذه الوزارة لم تستطع تحقيق دكتور الأساسيات حوالي 5 مليون، يعني إذا كانت الوزارة لم تستطع تحقيق الأساسيات التي يتطلبها التعليم في اليمن، فكيف يعول عليها بحل الإشكاليات المحيطة بالتعليم والتي هي معظمها تراكمات سابقة؟ يعني إذا كان اليوم لم تستطع يعني تقديم الأساسيات لعملية التعليم كالكتب وغيرها. نعم، هذا الكلام وأنا أقول إعلان أن جوانب القصور كبيرة وكبيرة جدا، لأنه يعني ما يطبع من الكتاب المدرسي شيء قليل جدا مقارنة بالاحتياجات. على سبيل المثال في العام الماضي في تعز يعني مكتب التربية في تعز وهو رجل مسؤول يتكلم عن هذا الموضوع يقول وصلنا من المنهج في حدود 10% من الاحتياجات للمحافظة، وهذا كمثال من الأمثلة الصارخة التي تعاني منها العملية التعليمية في المناطق التي يعني تحت الشرعية أو تشرف عليها الحكومة الشرعية، ولكنها نجد أن الحكومة الشرعية مهتمة بترتيب أوضاعهم الداخلية بترتيب الأنساب والأصهار والأبناء، ليسوا مهتمين بالعملية التعليمية، ليسوا مهتمين بمعاناة أبناء الشعب اليمني، لم يهتموا بما تحتاجه العملية التعليمية. ولذا تجد أن آخر من يتكلمون عن العملية التعليمية هي هذه الحكومة وهذه الوزارات. ويعني عندما يعني نتكلم عن الوزارات وعن الحكومة نتكلم عن رئيس الحكومة لأنه لا بد أن يوفر الإمادات المناسبة، ولا أتكلم عن الوزير الذي
يعني يذهب يمينا وشمالا وهو لا يجد من الامكانات الشيء الكثير الذي يستطيع بها ان يحل كثير من المعضلات، لانك امام يعني استحقاقات كبيرة جدا يحتاجها الشعب اليمني ويحتاجها الطلاب وتحتاجها المدارس وتحتاجها العملية التعليمية في كل اتجاه. هذا القصور وهذا التقصير من قبل الحكومة لأنها تقوم على إطفاء الحرائق فقط، ليس عندها خطة وليس عندها استراتيجية تعمل عليها وليس عندها شيء، هم يعيشون فقط لذواتهم. وأنا أقول والكلام هذا يعني وأنا مسؤول عن كلامي، الحكومة تعيش لذواتها وللمقربين منها ولا تهتم بأبناء الشعب اليمني ولا بمعاناتهم ولا بمستقبل أبنائنا الطلاب ولا بمستقبل الأجيال ولا ما هي الاستحقاقات التي يجب عليهم أن يقوموا بها. فعلى سبيل المثال المهجرون لهم 5 سنوات لم تكلف الحكومة الشرعية نفسها أن تصرف حتى مرتباتهم التي لا تساوي شيئا. نعم، ربما دكتور في هذا الشأن يعني أصبح هناك إجماع عام لما تتحدث فيه في شتى المجالات، في مسألة أن الحكومة يعني مسألة اهتمامها بقضايا الناس وهمومهم أصبحت بعيدة عن أولوياتهم، وهذا حديث الكثير في هذا الجانب. تكرم بالبقاء معي دكتور، وأرحب هنا بالموجه والموجه التربوي والباحث الدكتور أحمد وهند، سينضم إلينا من محافظة مأرب. دكتور أحمد مساء الخير. مساء النور، حياكم الله. أهلا بك دكتور، يعني كيف تنظر لسياسة ميليشيا الحوثي في تجهيل الشباب والطلاب بشكل عام؟ سياسة الحوثي هي انتداب لسياسة الأئمة الحكم الملكي الإمامي الذي جثم على صدر اليمنيين مئات من السنين، وهؤلاء اليوم هم على هذا النهج، لا يريدوا الشعب اليمني أن يتعلم ولا يريدوا له أن يبني دولته ولا يريدوا له شيء، يريدوا أن يعيدونا إلى زمن البيضاء والسمن والحب وما إلى ذلك، يعني عند الفقيه عند السيد عند، أما أن تكون هناك مدارس وتكون هناك جيل يتعلم العلم لا يريدون. وإذا وجد من هذا شيئا فهم يريدون أن يفرضوا مناهجهم الطائفية السلالية. نعم، حتى قال أحد الوزراء منهم قال يكفي 100,000 وهو رقم كبير أن يتعلم، لكن أن تكون المدارس فيها 2 مليون طالب 1.5 مليون طالب فما نشتري هؤلاء، هؤلاء يروحوا الجبهات، لا نريد هؤلاء، لا نريد، يكفي 100,000 طالب وهو رقم كبير كما يعتبره هذا الوزير. نعم، فهؤلاء هم أحرقوا الأرض اليمنية والآن يريدون أن يزرعوا ويحرثوا وينبتوا زراعة جديدة، جيل جديد مشوه على معتقداتهم على أفكارهم، لا يهمهم يعني هذا الشعب اليمني الذي عشرات الملايين أن يخرج متعلما، لا يريد له التعلم، لأنه كلما تعلم الشعب كلما كسر شوكتهم وكلما أضعفهم وكلما تراجعوا إلى كهوفهم. نعم، فهم يكونوا في خطة. دكتور هنا يعني كونك موجه تربوي، يعني كيف تنظر لنتائج هذا العام للثانوية العامة التي أعلنت خلال الأيام الماضية؟ هذا هو جزء من سياستهم التدميرية الممنهجة، يعني مع سبق الإصرار هذا جزء، يعني يجمعوا الشباب من المدارس ويعدوهم بالنجاح ويعدوهم بالنتائج، وعندما تتخرج عندما يعني اخرج معنا الى الجبهه وسنضمن لك يعني نسبه كبيره، تدخل كليه الطب، تدخل الكليه الحربيه، الكليات العسكريه، من هذا الباب ياتوا للشباب. لكن دكتور بالمقابل هناك يعني شباب يجتهدون ويعني يتفانون في مساله الاجتهاد من اجل تحقيق معدلات يستطيعون من خلالها تحقيق طموحاتهم في المستقبل، بالمقابل يعني أن يحصل طالب لم يحضر إلى المدرسة تماما على معدل أعلى، يعني ما آثر هذا الأمر على الطلاب المجتهدين والذين يبحثون
عن مستقبل؟ أكيد في طلاب لا زالوا متواجدين تحت سلطة الميليشيا، وهم طلاب يعني حريصون على أنفسهم وعلى مستقبلهم، ويحاولوا أن يجتهدوا أن يكونوا رقما في المجتمع، وهذا هو هذا إصرار من هؤلاء الطلاب. في طلاب موجودين في صنعاء، في الحديدة، في إب، في محافظات اليمن التي واقعة تحت سيطرة الحوثيين، وهم يجتهدون ولهم إرادة أن يكونوا رقم صعب في المستقبل إن شاء الله تعالى، أتمنى لهم التوفيق. لكن بالمقابل السياسة العامة التي تديرها هذه الجماعة الإنقلابية هي تريد أن توصل رسالة للجميع على أن هذا التعليم ليس بالضروري أن تدرس أو أن تتعلم ما دام احنا نضمن لك النتيجة. فليس أن في أن هناك طلاب لن يدخلون المدرسة، بل هناك أناس قد قتلوا معهم، أناس قد قتلوا معهم في الجبهات من قبل سنة ومن قبل ستة أشهر، وجاءت أسماءهم في النتائج الثانوية العامة. وعندما سأل أحد الطلاب مدير المدرسة في أمانة العاصمة قالوا هذا قد قتل يا مدير من قبل أشهر أو كذا، قال له الملائكة نزلت تختبر عنه. هذه قصة موثقة في أمانة العاصمة حصلت، الملائكة نزلت تختبر، هذه ليست نكتة. فهم يروجون لكل ما يسيء إلى الشعب اليمني، يريدون أن يبعثوا مجتمع جاهل، مجتمع أمي، مجتمع مشوه، مجتمع كيف تأمن على ابنك غدا، على أبنائنا غدا عندما يكون مثل هذه المخرجات إلا من رحم الله منهم. نعم. لكن دكتور يعني البعض يرى بأن النتيجة، البعض يرى بأن نسبة الرسوب التي أعلنت وهي لا تتجاوز 10%، يعني هذا أو هذه النسبة لم تحصل منذ سنوات عديدة مضت بهذا القدر، يعني بمعنى هل يعني أصبح الذكاء إلى هذا الحد وبالتالي أصبحت نسبة الرسوب ضئيلة بهذا الحجم؟ يا أخي احنا يعني أنا من عام 90 في التعليم، من عام 90 في التعليم احنا كنا نطالب في الحكومات السابقة ونتحدث ونكتب أيام حكومات عطاش، كان التعليم مظلوم، والميزانية للتعليم ثلاث وزارات كانت ليست بشيء أمام وزارة الدفاع أو الداخلية أو بعض المؤسسات الأخرى، وكانت التعليم في انحدار، وكنا نطالب بإصلاح منظومة التعليم ودعم التعليم ودعم كذا. لكن جاءوا هؤلاء يعاقبون الشعب اليمني بأسوأ وأسوأ وأسوأ مما كنا عليه في مرحلة التسعينات والثمانينات ومرحلة الألفين إلى جاء ثورة فبراير. هؤلاء جاءوا عقوبة، المجتمع الدولي فرضهم على الشعب اليمني كي يعاقب الشعب اليمني. المجتمع الدولي الأمريكي، الأوروبي، الإيراني، الخليجي فرضهم كي يعاقب الشعب اليمني. لماذا الشعب اليمني يتعلم؟ لماذا يريد أن ينطلق؟ ليه خط أحمر أمام الشعب اليمني أن ينطلق إلى التعليم، أن ينطلق إلى يعني إلى أن يبني مستقبله. تفضل. نعم. إذن دكتور تكرم بالبقاء معي، وأذهب الآن للدكتور مصطفى عبد الرحيم مستشار في وزارة التربية معنا من الهند. دكتور يعني إلى أي مدى يمكن أن تكون وزارة التربية والتعليم والحكومة اليمنية بشكل عام متحملة للمسؤولية عن التدهور الحاصل في العملية التعليمية؟ دكتور مصطفى هل تسمعني؟ نعم. إذن يبدو أن الاتصال بالدكتور مصطفى قد فقد، وإنما أعود الآن لضيفي من الرياض الدكتور حسن القطوي. دكتور حسن، يعني هناك أساليب و يعني أمور كثيرة تتعلق فيما في التجهيل الذي تتبعه ميليشيا الحوثي، يعني برأيك ما هي أبرز وسائل التجهيل التي استخدمتها ميليشيات الحوثي؟ اتخذتها الأساليب التي اتخذتها جماعة الحوثي ومن قبلها جماعة صالح فيما مضى هي عملية الغش. وأول يعني كارثة حلت في أبنائنا الطلاب وهي التي تميت الجيل، تميت فيهم روح التنافس وروح الجد والمثابرة والاجتهاد، فهي عملية الغش. هذه يعني زادت الجماعات الإرهابية والجماعات الحوثية
زادت الطين بلة وزادت في عملية الغش، وأصبح كما يقول الإخوة جميعا ويقول الدكتور أحمد فعلا أنه بعضهم يختبر وقد انتهى وقد مات، وبعضهم يعني في الجبهات ليس موجود، وبعضهم مغترب في دول أخرى وهناك من يختبر عنه، وهذه كلها تصب في مرحلة بوتقة إفراغ العملية التعليمية وتحديد العملية التعليمية من أساسها، لأنه عندما ننظر إلى الدول الأخرى كيف تهتم بالعملية التعليمية وكيف أنها عملية مقدسة بالنسبة للعملية التعليمية في كثير من الدول، يعني تحظى باحترام وتقدير من الشعب ومن المجتمع ومن الدولة ومن المثقفون، يعني في هناك قدسية لهذه العملية. فالحوثيون من أبرز المظاهر وكذلك من سبقهم، وما يحصل الآن للعملية التعليمية هي عملية إيش؟ يعني تهميش العملية التعليمية، يعني إفراغها من محتواها، يعني جعلها عملية شكلية ليس إلا. ولذا عندما يعني ننتظر من المعلمين أنهم يقوموا بأداء دورهم، وأنا أحيي فيهم هذه الروح، وأنهم ما زالوا يقومون ببعض أدوار خصوصا في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، وهم لم يستلموا رواتبهم ولم يستلموا حقوقهم لسنوات، هذا يدل دلالة واحدة واضحة أن لديهم يعني روح وطنية، وأنهم يتمتعون ويدركون كذلك خطر هذه الميليشيات وخطر معنى عملية الانسحاب من العملية التعليمية وكذلك ترك العملية التعليمية، وإن كان البعض منهم قد ترك العملية التعليمية لأنه لا يستطيع أن يستمر ولديه أسرة ولديه أن يعني يؤدي دور يعني لأسرته ويؤدي دور للمجتمع وهو لا يأخذ شيئا من هذا المجتمع. هذا هو الحاصل الآن، هذه أهم الركائز، أنه عملية الغش، عملية إفراغ العملية من محتواها، عملية طرد المعلمين، و يعني جعل العملية التعليمية عبارة عن عملية شكلية، يعني نعم. كما قال حسن زيد قبل العام الماضي قال ما فيش مشكلة، قال ممكن نذهب كلنا نوقف العملية التعليمية، لا نحتاج إلى تعليم، ممكن نذهب كلنا الطلاب والمعلمين إلى جبهات القتال، وبعدين بعد سنتين لما نحرر بلدنا ونعدين نرجع ندرس. هذا الكلام يعني بكل بساطة أنهم، وهذا ليس جديد على هذه الميليشيا. نعم. طيب دكتور، يعني ما هي الخيارات المتاحة اليوم أمام كل هذا العبث في العملية التعليمية؟ يعني عدم تحمل مسؤولية من قبل الشرعية، ويعني إعاثة في الفساد من قبل الميليشيا بالعملية التعليمية، ما هي الخيارات؟ الحلول من وجهة نظري وخصوصا من قبل الحكومة الشرعية، إذا الرئيس عبد ربه منصور هادي يعني ربط عمل يعني مرتبات الوزراء والوكلاء والمختصون في هذا الجانب برواتب المعلمين الذين علموا هؤلاء الوزراء، برواتب الأكاديميون الذين تخرج من نعم نعم. إذن يبدو أنه قد فقد الاتصال بدكتور حسن القطوي، وإنما نودعه الآن، وشكرا جزيلا للدكتور حسن خبير تربوي. أعود لضيفي الذي عاد إلينا مجددا، الدكتور مصطفى عبد الرحيم مستشار في وزارة التربية. يعني دكتور، كنت قد سألتك إلى أي مدى تتحمل الحكومة وأيضا على وجه التحديد وزارة التربية والتعليم المسؤولية عن التدهور الحاصل في العملية التعليمية؟ وزارة التربية والتعليم هي المسؤول الأول عن ما يجري العملية التعليمية في اليمن، هي المعنية وهي المسؤول الأول عن التدهور الحاصل والغير مسبوق في تاريخ اليمن من تدمير للتعليم. هذه الوزارة الآن بالذات في الوقت الحالي لا نرى لها اي اثر. اذا كان اخي الكريم، اذا كان ميليشيا الحوثي او ميليشيا في المناطق الجنوبيه تخطو نفس الخطوات من عمل ممنهج لتدمير التعليم قبل اسابيع، كنا نسمع ان المجلس ما يسمى بالمجلس الانتقالي ايضا يخطو نفس الخطوات التي خطا
اعطاها نظرائهم الحوثيين في 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 الشمال، وقاموا بإعادة صياغة المنهج بشكل والمناهج التعليمية بشكل مناطقي العلمين. الوزارة هذه الميليشيات، كل الميليشيات الموجودة سواء كانت ميليشيات في الجنوب، ميليشيات المجلس الانتقالي، أو ميليشيات الحوثي في الشمال، لديهم استراتيجية لتدمير التعليم. أين الاستراتيجية من قبل الحكومة، من قبل الجهات المعنية، من قبل من هم المعنيين ومن هم المسؤولين في المقام الأول عن هذه العملية؟ الكارثة التي تحل بالعملية التعليمية، المسؤول الأول ويتحملها وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم لا يوجد لديها استراتيجية لمواجهة هذه الميليشيات، مواجهة ذلك التدمير الممنهج سواء بالشمال أو الجنوب. وأيضا ليس لديها استراتيجية أو رؤية حقيقية لانتشال العملية التعليمية في مناطق سيطرتها أو سيطرة الدولة. هناك مناطق محررة شاسعة، وما يقارب 85% من المناطق المحررة من هذه الميليشيات لم نرى أثر لهذه الإدارة. هناك نقص في العمليات التي في نقص في المناهج الدراسية، هناك معلمين لا يستلمون رواتب، هناك معلمون لا يستلمون رواتب حتى الآن، هناك مدارس ما زالت مغلقة، هناك مدارس لا يوجد فيها متعلمين أو لا يتم إرسال إليهم معلمين في المجالات العلمية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء. هناك مدارس ما زالت مغلقة لا يوجد فيها تعليم بسبب الإهمال الحكومي، الذي هو أعتقد أنه لا نقول أنه منهج، ولكن هناك إهمال، هناك لا مبالاة من قبل هذه الحكومة. لا تمتلك أي استراتيجية، لا يمتلك رؤية كيف تعالج العملية التعليمية، كيف سيكون مخرجات التعليم. الآن بتنظر كيف ما كيف سيكون مخرجات التعليم بعد سنوات من هذه العملية الممنهجة، عملية الغش سواء كانت في المناطق التي في سيطرة الحكومة تحت سيطرة الحكومة أو تحت سيطرة الحوثيين. أيضا هناك عملية غش كبيرة في المناطق التي تسيطر عليها تحت سيطرة الحكومة. لماذا لم تكن هناك لديها أي إجراءات أقل حاجة تشد عملية هذه الظاهرة؟ أذكر في عام 2011-2013 كانت هناك الحكومة أو وزارة التربية والتعليم اتخذت إجراءات ليس لإنهاء هذه الظاهرة، ولكن أقل شيء من حد من هذه الظاهرة. هناك أيضا مسؤولية مجتمعية، مسؤولية مجتمعية على الجميع، لازم الجميع. لكن دكتور هنا يعني في من يعني فيما يتعلق بالمسؤولية، ربما يتفق الجميع بأن الدولة، الحكومة و وزارة التربية والتعليم هي من تتحمل المسؤولية بدرجة أولى. لكن إذا ما تحدثنا عن الناس، أولياء الأمور والمعلمين أيضا والمنظمات المعنية سواء محلية أو دولية، هل تتحمل مسؤولية في هذا العبث الحاصل بالعملية التعليمية؟ نعم، لكن المسؤوليه بدرجه اساسيه هي وزاره التربيه والتعليم. وايضا هناك مسؤوليات التعليم، هي مسؤوليه مجتمعيه وليست مسؤوليه فقط الحكومه او الجانب الحكومي فقط. لماذا هناك صمت وهناك ايضا سكوت مريض من قبل المجتمع اليمني نفسه؟ يرى أو يعني في مناطق سيطره في المناطق التي فيها الشرعيه واللي تحت سيطره الحريه الميليشيات الحوثي مثلا. نعم. هناك مناطق كبيره شاسعه، الاباء والمجتمع لا ينكرون عمليه، لا ينكرون ظاهره الغش التي يمارسها ابنائهم اثناء هذه الاختبارات. لكن هناك نموذج فريد ونموذج يمكن يعني مشرف في بعض المناطق، في محافظه تعز، في مناطق محافظه تعز كان الاباء والابناء يتركون ابنائهم في المدارس بدون ان يمارسوا عمليه، بدون مراقبين، لانهم يعلمون انهم لا يمكن ان يمارسوا عمليه الغش. واي شخص او اي طالب او اي ولي امر سيذهب الى مركز انتحاري لممارسه الغش يكون منبوذا في هذا المجتمع. هذه منطقه من مناطق اليمن صراحه بكل صراحه نشعر بالفخر عندما نرى نشر هذه المجتمعات التي تحارب هذه الظاهره. اخي الكريم، حتى المعلم اذا اتى يمارس غش لاي طالب او يساعد اي طالب في الغش يصبح منبوذا من المجتمع ومن الطلاب في هذه المنطقه. اذا عمم هذا النموذج على بقيه المناطق سنجد اننا
أن هذه الظاهرة ستختفي رويدا رويدا، وأن ظاهرة الغش إن شاء الله إلى زوال. لكن هناك رضا وهناك ثبوت مجتمعي، هناك أيضا المنظمات المجتمعية، المنظمات الدولية، هناك أيضا الإعلام، الإعلام له دور كبير أخي كريم في محاربة هذه الظاهرة، أيضا يتحمل مسؤولية. لماذا لا تتناول الكثير من وسائل الإعلام، لماذا لا تتناول مشاكل التعليم وقضايا التعليم؟ يعني أنا أذكر فقط الآن قناة بلقيس، قناة بلقيس ممكن القناة الوحيدة التي خلال شهر شهرين وهي تناقش هذه المشاكل التعليم وتحاول أن توضح للرأي العام ماذا تعانيه العمامة، تعانيه العملية التعليمية والخطر الداهم والخطر المستقبل اللي سيحدث بهذه الأمة اليمنية وبالدين المستقبل. هي كانت إذا استمرت هذه أو هذا الانهيار غير المستدام للعملية التعليمية. أشكرك دكتور مصطفى عبد الرحيم مستشار في وزارة التربية والتعليم، كنت معنا من الهند. ومشاهدينا نذهب الآن لمشاهدة استطلاع آخر من محافظة تعز أيضا حول وضع العملية التعليمية في اليمن، نتابع. ظاهرة الغش أصبحت منتشرة جدا في المناطق التي تسيطر عليها الحوثي، وهذا يعتبر فساد، أنه ينشأ جيل فاسد غير آبه للتعليم، وإنما كل همه كيف يحصل على المعدلات بطرق غير سليمة. يؤدي هذا إلى ظهور جيل جاهل يستسهل استقطابه فكريا وطائفيا وعسكريا. بالنسبة للمعدلات الثانوية لهذه السنة بالذات في جانب الميليشيا الحوثي معدلات تفوق الخيال، ويكون الطالب يعني ما درس طول السنة ولا حضر طول السنة، فجأة يتفاجأ بالمعدلات الخيالية، كيف حصل عليه؟ مش عارفين ايش السبب والنتيجة. طبعا هم مسوين هذه الحركات لاستقطاب الشباب، بحيث انهم قدموهم وعوهم فكريا بتغييرهم للمناهج. بالنسبة لمناهجكم اتغيرت بشكل غير طبيعي وبشكل مسيس لجهة أو لطرف معين. ظاهرة الغش ظاهرة خطيرة جدا، خاصة في الوضع الحالي لليمن. نلاحظ أنه في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية تتفشى هذه الظاهرة أكثر من غيرها من المحافظات، نظرا لسياسات تتبعها هذه الميليشيات، كونهم يسعون إلى نقدر نقول نقص الوعي لدى الأطفال، فبالتالي يصبح سهل استهدافهم، سهل تغيير أفكارهم وتجنيدهم حسب أجندتها. فنجد أنه عوضا عن تغيير أو إلى جانب تغيير مناهج الدراسة، أيضا يسعون إلى تفشي ظاهرة الغش، فيكون اثنين في واحد، يعني بدل المشكلة مشكلتين، فيصبح لدينا جيل يعاني من قلة الوعي، سهل استهدافه. انتشار ظاهرة الغش ولما يتوزع درجات بهذه الطريقة ممكن أن تخلي الطالب يكون مستغل من قبل أي جهة من الجهات، ممكن يستغل بأي طريقة على حسب مصالحهم. فلما يكون إنسان غير مثقف غير واعي بيصب أشياء كثيرة بتصدمه بالحياة، بينتج جيل مش فاهم اللي حصل حوله، ممكن إنه نستغله بأي فكرة بأي وضع، ويروح في باقي إنسان ويروح في باقي أجيال كثيرة، وتضيع مستقبل قدامنا إحنا كثير. السياسة التي تفخر بها ميليشيا الحوثي هي سياسة التجهيل لهذا المجتمع، لأنه إن كان هناك مجتمع جاهل سيكون هناك مجتمع قابل للاستقطاب السياسي والعسكري. ميليشيا الحوثي تعمل على تجهيل التعليم وتجهيل العلم والمتعلمين من خلال ربما هناك 90% من الطلاب الثانوية يحصلون على معدلات عالية. هنا ميليشيا الحوثي تستفيد بشكل كبير وتعمل على هذه السياسة وتلعب على هذا الوتر لتصنع جيل غير واعي، جيل لا يعي ولو 1% من إذا نعود لضيفنا من مأرب الموجه التربوي الدكتور أحمد وهان. دكتور، في ختام هذه الحلقة، يعني هل لديك توصيات كموجه تربوي ومختص في الجانب التربوي، توصيات يعني تحب أن تضعها عن وضع العملية التعليمية والإصلاحات التي يجب أن يتم العمل عليها؟ شكرا جزيلا. على كل حال يا أخي الحبيب، في نقطتين مهمتين ممكن أضعها. أولا، لا نرى هناك تنسيق، ليس هناك تنسيق بين وزارة التربية والتعليم، وزارة الإعلام، مؤسسة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، وزارة الأوقاف والإرشاد. نرى جعجعة ولا نسمع تحية. مرة وزير الأوقاف يتحدث من سيئون، مرة يتحدث من مأرب، ومرة كذا،
على انه سيتم التنسيق مع التربيه والتعليم وسيتم التنسيق مع وزاره الاعلام في توحيد الخطاب وموجهات عامه للدوله وللشرعيه، ثم نرى كل وزاره وكل جهه تعمل في بذاتها. وبالنسبه لوزاره التربيه والتعليم فيما يخص يعني تحدث عن النقطه في موضوع اقليم، ما يخص اقليم مثلا اقليم تهامه، اقليم تهامه 4 محافظات فيه محافظتين في اطرافها محرره في جهه الحديده الخوخه وحيس والخوخه وحيس بالذات، وفي حجه معنا حيران ومعنا مناطق ملتزئه من قرى ميدي وميدي بشكل عام، لكن مدينه ميدي لا يوجد فيها الان سكان، لكن في قرى موجوده ومناطق من عبس وما الى ذلك. ماذا قدمت الشرعيه او وزاره التربيه والتعليم لهذه المناطق؟ الى الان اليوم كنت اسمع المحافظ في مقابله في قناه اليمن في الفضائيه اليمنيه محافظ الحديده يتحدث عن مسائل التعليم في الخوخه. الخوخه محرره منذ اكثر من سنتين ونصف او 3 سنوات، ونسمع عن ماساه عن التعليم وعن مخيمات لا زالت يعني تبحث عن الحد الادنى من توفير الماء او توفير الحمام، توفير اشياء اخرى فضلا ان يوفروا لهم مدارس او يوفروا لهم. فنحن امام كارثه يا اخوه، وامام وضع يعني اصبح يعني تجاوز الوضع الكارثي والوضع الانساني. فلا بد على ان الدوله والشرعيه والوزارات والمنظمات المجتمع المدني، لماذا لا يتم التنسيق مع مركز الملك سلمان؟ مركز الملك سلمان يبخ بكثير من الملايين الدولارات في سواء في خيام او في توفير اشياء كثيره، ينسق مع مركز الملك سلمان في توفير طباعه الكتاب المدرسي. وهذه بالفعل يعني هي مسؤوليه كبيره يجب ان تقوم عليها او تعمل عليها وزاره التربيه والتعليم وايضا الحكومه الشرعيه من اجل يعني العمل على إصلاح وضع التعليم وأيضا توفير الأساسيات التي يتطلبها ويحتاجها التعليم. دكتور أحمد وهان موجه تربوي كنت معنا من محافظة مأرب، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة الليلة. في الختام تقبلوا أو أشكر جميع ضيوفي وتقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من الإعداد وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، نترككم في أمان الله ورعايته.